قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الجيش التركي وحلفائه من مقاتلي المعارضة السورية سيتوغلون مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد، وقد سيطروا على بلدة رأس العين. وذكر أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول، ذكر أن القوات التي تقودها تركيا حاصرت أيضا بلدة تل أبيض السورية الحدودية. وقال إن جنديين تركيين و16 من مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة قتلوا في العملية. وكانت وزارة الدفاع التركية والجيش الوطني التابع للمعارضة السورية أعلنا سيطرة على مدينة رأس العين السورية شرقي نهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية. وحصل التلفزيون العربي على صور حصرية تظهر انتشار هذه القوات في شوارع مدينة رأس العين بعد انسحاب المسلحين الأكراد منها. من جانبها نفت قوات سوريا الديمقراطية سيطرة القوات التركية ومسلحي المعارضة السورية على البلدة قائلة إنها شنت هجوما مضادا. ساعات جديدة من الاشتباكات العنيفة واستمرار المعارك بين القوات التركية والجيش الوطني التابع للمعارضة السورية من جهة، ووحدات الحماية الكردية من الجهة الأخرى، حيث بدأت الأولى التوغل إلى مواقع جديدة على محوري رأس العين وتل أبيض على الحدود مع تركيا. تحرك وصفته قوات الفيلق الثاني التابع للجيش الوطني بالناجح، حيث أدى إلى السيطرة الكاملة على المداخل الرئيسية للمدينة. لكن القوات الكردية نفت الأمر ووصفته بالتراجع التكتيكي، غير أن الواقع على الأرض يقول بأن أكثر من 20 قرية أصبحت خاضعة للجيش التركي والجيش الوطني الآن. تم تحرير أكثر من 20 قرية، وكما تم قطع طريق الدولي الواصل بين تل أبيض ورأس العين، والعمل جاري إلى تحرير مناطق أكثر. تستمر الاشتباكات في مدينتي رأس العين وتل أبيض السورية في الوقت الذي تتوافد فيه التعزيزات العسكرية إلى مدينة شالي أورفا باتجاه الحدود السورية التركية للالتحاق بالعملية البرية العسكرية. على عجل تمضي العملية العسكرية التركية وتتواصل بهدف إخراج وحدات الحماية الكردية من المنطقة وخلق منطقة آمنة تمتد لمسافة 120 كيلومترا وعمق 30 كيلومترا. إلاف ياسين، العربي، شانلي أورفا، بالقرب من الحدود التركية السورية. أكد مراسل العربي دخول الجيش الوطني لإحياء في مدينة تل أبيض وتجدد القصف على مواقع المسلحين الأكراد في المدينة مع وصول تعزيزات عسكرية للجيش التركي والجيش الوطني السوري، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى إلى المئات في صفوف المسلحين الأكراد وارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 130 ألفا منذ انطلاق عملية شرق الفرات. وكان الجيش الوطني قد أعلن سيطرته على بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض. دخول الجيش الوطني السوري الفيلق الأول إلى مدينة تل أبيض. هذا الرتل ممتد من مدخل المدينة حيث نحن الآن. وقد حصل التلفزيون العربي إذن على صور حصرية تظهر دخول الجيش الوطني لتل أبيض. تعزيزات الجيش الوطني السوري الفيلق الأول. ومعنا من مدينة تل أبيض مراسلنا عدنان جان، أو بالأحرى بالقرب من هذه المدينة. أيضا معنا أحمد غنام من اسطنبول. أبدأ معك عدنان، يعني وكنا على ما يبدو هناك قصف يسمع دويه، ضعنا في تفاصيل ما يجري وفي حقيقة السيطرة والدخول إلى بعض المواقع في رأس العين. نعم نجلاء، نحن الآن نتواجد في أقرب نقطة إلى مدينة تل أبيض السورية التي تقع خلفي تماما. حتى هذه اللحظة نسمع بشكل واضح أصوات القصف
المدفعي التركي والاشتباكات المتقطعة في داخل أحياء هذه المدينة. ربما لو أتحت المجال للصورة نجلاء، سحب الدخان تظهر بوضوح وتتصاعد من داخل مدينة طل أبيض. الجهة الغربية من هذه المدينة تم التأكد من السيطرة عليها بشكل كامل، والآن يتم محاولة الدخول من الجهة الشرقية ومحاور أخرى إلى داخل مدينة طل أبيض. مصدر تركي أكد للتلفزيون العربي بأن السيطرة بشكل كامل تمت على الجهة الغربية من مدينة طل أبيض، والاشتباكات الآن والقصف المدفعي التركي يتركز على المناطق الشرقية من هذه المدينة. طبعا هذه الاشتباكات العنيفة التي تشهدها مدينة طل أبيض منذ ساعات الصباح الأولى تأتي بعد دخول تعزيزات عسكرية تركية وأيضا تعزيزات من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة إلى داخل هذه المدينة من أجل التوغل بريا فيها ومحاولة السيطرة عليها بشكل كامل. ربما نتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة وفي ظل اشتداد حدة المعارك التي نسمعها الآن داخل المدينة قد يتم السيطرة عليها بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة. لكن كما ذكرت وما هو مؤكد لدينا حتى هذه اللحظة من عدة مصادر هي السيطرة على الجهة الغربية من طل أبيض ومحاولة الجيش الوطني السوري والجيش التركي من الدخول من المحور الجهة الشرقية للسيطرة على هذه المدينة. طبعا صباح اليوم نجلاء تمت السيطرة على بلدة سلوك التابعة لمدينة طل أبيض، بالإضافة إلى عشرات القرى والبلدات التي تمت السيطرة عليها في وقت سابق خلال المعارك والاشتباكات التي شهدتها أحياء مدينة طل أبيض. ربما نشاهد، أستطيع أن أرى الآن بعض عناصر من الجيش الوطني السوري على مشارف مدينة طل أبيض، وربما أسمع أيضا بوضوح أصوات الاشتباكات المتقطعة في الجهة الشرقية من هذه المدينة. كما ذكرت القصف المدفعي التركي متواصل منذ ساعات الصباح الأولى على أحياء والأحياء المتاخمة لمدينة طل أبيض هنا، حيث تتصاعد سحب، ربما تسمعين الآن أيضا الاشتباكات ما زالت متواصلة. أيضا هذه المنطقة نجلاء التي نتواجد فيها الآن تم استهدافها من قبل القناصة التابعين لوحدات حماية الشعب الكردية، تم استهداف هذه المنطقة من قبل القناصة الذين ينتشرون في بعض المناطق داخل مدينة طل أبيض. هناك عمليات تمشيط في الجهة الغربية، أما المعارك والاشتباكات والقصف المدفعي تتركز في هذه الأثناء في الجهة الشرقية من مدينة طل أبيض. ونلاحظ الآن أيضا أشاهد أرتال من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة أيضا تحاول الدخول إلى داخل مدينة طل أبيض. نجلاء، طالما أنك تقدر أن يعني عامل السلامة متاح، نشكرك على هذا القدر من موافاتنا بالمعلومات. سأتحول إلى أحمد غنام، ولكن أنت تقدر يعني معيار السلامة في هذا الموقع الذي كنا نشاهد بعض يعني القافلات العسكرية والجنود يتحركون، أيضا القصف نسمعه، وكنا نشاهد سحب الدخان من هذه المواقع التي يواصل القوات يعني ما يسمى بالجيش الوطني السوري المعارض المدعوم من القوات التركية الضغط على هذه المناطق. أتحول إلى اسطنبول مع مراسلنا أحمد غنام. أحمد، أردوغان كان له كلمة يبدو أنه كرر فيها ما يريد بين مزدوجين أن يسوقه للغرب أو ما يرغب الغرب أن يسمع عنه، وهو يعني أنه بهذه الخطوة أو الحملة العسكرية يمنع إنشاء دولة يسميها دولة إرهابية في شمال سوريا. بالفعل نجلاء، يمكن القول بأن أهم نقطة جاءت في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقائه مع الصحفيين الأتراك، اللقاء هذا المفاجئ، تحدث بأن الجيش الوطني السوري بدأ بالمعارك في ريف مدينة منبج، وهي المعركة التي رغبت بها كثيرا أنقرة، ولكن الجانب الأمريكي منع أنقرة من حصول هذه المعركة في السنوات السابقة. فهذه نقطة تحول كبيرة في معركة شرق الفرات، ربما تدخل في مرحلة أخرى هذه المعركة التي الآن تديرها تركيا في منطقة طل أبيض وكذلك مدينة رأس العين. أيضا تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن انتقاده لبعض رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، وكان قد تحدث قبل هذا الانتقاده عن مكالمة هاتفية حصلت بينه وبين رئيس الوزراء وبين المستشارة الألمانية ميركل، وقال نعجز عن فهم هؤلاء رجال الدول كيف يطلبون منا أن يدخلوا بوساطة بيننا وبين التنظيمات الإرهابية على حد وصفه، وقال متى رأيتم الدول تجلس في
على طاولة الحوار مع هذه التنظيمات الإرهابية أو مع هكذا تنظيمات إرهابية على حد وصفه. أيضا تحدث عن أن تركيا لديها رغبة كاملة بعدم إقامة أو السماح لإقامة أي دولة إرهابية على حدودها الجنوبية، ولن تسمح بذلك، وأن تركيا عازم على الدخول بعمق 30 إلى 35 كيلو متر. وكان هناك عقب كلمته تصريح من وزارة الدفاع التركية أكدت بأن القوات التركية سيطرت بشكل شبه كامل على الطريق إنفور، وهو الطريق الدولي الواصل بين الحسكة مرورا بالرقة إلى حلب، وهذا الطريق الذي كانت ترغب دائما تركيا بالوصول إليه من أجل إنعاش هذه المنطقة الآمنة إذا ما حصل مطلبها وتم إنشاء المنطقة الآمنة في منطقة شرق الفرات. هذه من أهم النقاط التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأيضا تحدث بأن حوالي 562 قذيفة هاون سقطت على الجانب التركي وتسببت بمقتل 18 مدني وإصابة 126 مدني، وأيضا تحدث عن عدد القتلى في صفوف مسلحي الأكراد. أحمد، ونحن نشاهد مباشرة أيضا، يعني نستمع إلى مداخلتك ونشاهد صور لدخول ما يعرف بالجيش الوطني السوري، يعني وهو يدخل طل أبيض أو يحاول دخول طل أبيض. ابقى معنا، أريد أن أتحول إلى عدنان جان الموجود بالقرب من مدينة طل أبيض. إذا تركناك عند نقطة كان يشتد فيها القصف ونشاهد الجنود، يعني ما الجديد لديك عدنان؟ نجلاء، الآن قبل لحظات فقط قصف مدفعي مكثف أيضا يستهدف الجهة الشرقية من مدينة طل أبيض، حيث نشاهد، ربما تشاهدين معي، أعمدة الدخان تتصاعد من المكان الذي تعرض للقصف المدفعي من قبل الجيش التركي. كما ذكرت قبل قليل، أصوات الاشتباكات لا تتوقف داخل أحياء هذه المدينة، ما يؤكد الآن أن السيطرة على هذه المدينة لم يتم بشكل كامل بحسب ما أكد لنا المصدر التركي. وكما نشاهد، أصوات الاشتباكات والقصف المدفعي ما زال متركزا في هذه الأثناء على الجهة الشرقية من مدينة طل أبيض، مع مشاهدة عناصر من الجيش الوطني السوري وبعض العربات أيضا تتوجه إلى داخل مدينة طل أبيض لتقديم المؤازرة والدعم لوحدات للجيش الوطني السوري الذي يقاتل في داخل أحياء المدينة. نجلاء، حتى هذه اللحظة هناك إحدى التلال الموجودة داخل مدينة طل أبيض ما زال فيها علم وحدات حماية الشعب الكردية، ما يؤكد أن هناك بعض السيطرة من قبل هذه الوحدات على بعض النقاط وأن السيطرة ليست كاملة بعد طل أبيض. الآن قبل قليل تواصلنا قبل قليل مع عناصر من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، وأكدوا لنا أنهم لن يعلنوا بشكل رسمي إعلان السيطرة على هذه المدينة قبيل التمكن من الوصول على تلك التلة التي يرتفع فيها علم وحدات حماية الشعب الكردية. كما ذكرت، قصف مدفعي مكثف الآن ربما سمعت أيضا نجلاء، الآن نعم نسمع ذلك، مكثف استهدف أيضا الجهة الشرقية من مدينة طل أبيض مع تصاعد أعمدة الدخان في تلك المنطقة. ربما حدة هذه الاشتباكات والمعارك قد تؤدي ربما خلال الساعات القليلة المقبلة إلى سيطرة الجيش الوطني السوري والجيش التركي على هذه المدينة التي تدور فيها اشتباكات منذ انطلاق عملية شرقي الفرات قبل 5 أيام. نجلاء، ابقى آمنا وابقى معنا عدنان، سنشاهد الصور فيما تحول إلى أحمد غنام في اسطنبول. إذا كنا نتحدث عن يعني ما يقوله أردوغان وما فصله في كلمته الأخيرة، ولكن أيضا كان هناك إشارة إلى محادثات أجراها مع أنجيلا ميركل. هل يعني يبدو من كلام أردوغان ومن حركاته دبلوماسيا أنه قد يقف عند نقطة، أم أنه ماض في هذه الخطة إلى أن يحقق بحدود 30 كيلومتر من توغل في لإنشاء هذه المنطقة التي يريدها، حفظا لما يقول بأنه أمن قومي لتركيا؟ بالواقع نجلاء، أن معظم السياسيين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كانوا قد أكدوا بأنهم يتعرضون إلى ضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي وربما خاصة الاتحاد الأوروبي، سيما أن أيضا ألمانيا كانت قد أعلنت بالأمس وقف جميع بيع الأسلحة، صفقات بيع الأسلحة مع تركيا، ريثما تتوقف عن قصف الأكراد على حد تعبير هذا البيان. وكان قد أكد اليوم في كلمته أردوغان وقال بأننا لا نقصف الأكراد وليس لدينا أي خصومة مع الإخوة الأكراد، لكن
ما نقوم به من عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات تستهدف فقط الامتداد السوري لحزب العمال الكردستاني الذي هو معروف على قائمة الإرهاب لدى جميع الدول، وأن ما نتعرض إليه من ضغوط يتهموننا بأننا قوميون وأننا نقوم بقصف وقتل الأكراد وأننا نقوم بحساسية عالية خلال هذه العملية حتى لا يصاب أحد بأذى من قبل المدنيين على حد تعبيره. أيضا يبدو أن هناك معظم الدول تحاول وقف هذه العملية عند الحدود التي وصلت إليها، لكن يبدو أن المرحلة الأولى في الخطة التركية أن تصل القوات التركية وكذلك الجيش الوطني السوري بعمق 30 إلى 35 كيلومتر، وذلك للسيطرة على جميع المدن الحدودية وهي القامشلي ورأس العين وكذلك كوباني وكذلك عين العرب، وهي نفسها مدينة كوباني وكذلك منطقة مدينة تل أبيض السورية، بالإضافة إلى مدينة منبج. واليوم حينما أعلن أردوغان في كلمته أو في خطابه أمام الصحفيين بأن الجيش الوطني السوري بدأ باشتباكات على أطراف مدينة منبج، ربما هذه تكون المرحلة الثانية في الخطة التركية، سيما أنه كان في كلمته أمام الأمم المتحدة في الاجتماع الماضي كان قد أكد أردوغان بأن تركيا لديها الرغبة بالدخول في العمق السوري إلى إنشاء منطقة آمنة بعمق ربما يتجاوز 35 كيلومتر إلى أن يصل إلى الطريق الدولي الواصل بين دير الزور وحلب من أجل استيعاب 4 ملايين لاجئ سوري في هذه المنطقة، وهنا إشارة إلى ربما استيعاب جميع اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية بالإضافة إلى اللاجئين الذين يرغبون بالعودة من الدول الأوروبية. شكرا لك أحمد غنام مراسلنا من إسطنبول، وأيضا أشكر عدنان جانا الذي كان يراسلنا من محيط تل أبيض من حيث كنا نشاهد الصور المباشرة.